سيد الصدر في تغريدة لوزيرة رفض رفض قاطع وصريح مشاركة أي شخص بأي طريقة كانت في هذه الحكومة بأي حال من الأحوال، قريب من الصدريين، مستقل يدعمه، ماكو أبدا. يعني نقدر نقول أو يمكن القول أنه في هذه المرحلة سيد الصدر وكتلته أصبحوا خارج الحسابات السياسية بشكل نهائي. من وجهة نظر سيد الصدر وقراراته نعم خارج الحسبة السياسية، لكن هم ضمن الحسبة المجتمعية والجمهور العراقي. ما يعني هاي التغريدة جت تتأكد الموقف الصدري الثابت والرافض للحكومة المحاصصة بأي شكل من أشكالها، محاصصة حزبية، محاصصة طائفية، محاصصة تكنوقراط، كلمة محاصصة مرفوضة عند التيار الصدري، وهذا مؤكد بهذه التغريدة وبمعطيات الأمور. لا أعتقد بأن التيار الصدري أو السيد الصدر يفكر أصلا بأن يشترك بهذه الحكومة.